الإمام الحسن الزكي لم يدع الأمر خوفا وجبنا، وهو الذي كان يصدع بالحق أمام معاوية من دون تردد. كتب معاوية بن أبي سفيان إلى الإمام الحسن الزكي، كتب له: أنا خير منك، لأن الناس أجمعت علي ولم تجمع عليك. فكتب إليه الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه: إن الذين أجمعوا عليك بين مكره ومطيع، فأما المكره فهو معذور في كتاب الله، وأما المطيع فهو عاص لله، وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك، فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل. هذا المنطق لا يصدر من شخص جبان، ولا يصدر من شخص خائف، ولا يصدر من شخص مثلا يترصد فرص أن يفوز بلقب أو بمنصب أو بكرسي، إنما صدر من شخص مبدئي مصر على مبادئه وقيمه وفضائله. لذلك ترك الأمر لمعاوية من منطق الحكمة ومن منطق الإعداد والتخطيط لتلك الثورة المباركة، ثورة الحسين بن علي عليه السلام. فلأجل ذلك كانت ثورة الحسين ثورة حسنية قبل أن تكون ثورة حسينية.